أهلا بكم. قطار الخصخصة في مصر يمضي، والسيسي بيقود هذا القطار وبيلم فيه كل أصول مصر كلها، أصول شركات، مصانع، كل حاجة، بيلم مقدرات بلد من 150 سنة تحت رعاية الصندوق السيادي اللي بيشرف عليه السيسي بدون أي رقابة من أي مؤسسة في الدولة ولا برلمان ولا أي حد. والخصخصة جت على قطاعات كبيرة في الفترة اللي فاتت دي، زي الصحة والتعليم والنقل والمترو والسكة الحديد، زي ما بيقول الخبر ده في التفاصيل في عربي بوست. مستشفيات ومدارس ووسائل مواصلات عامة، مصادر تكشف العربي بوست، قطاعات ستخضع للخصخصة في مصر. ده ممكن كمان المية والكهرباء، ممكن كمان قطاع الطيران المدني مش الوحيد، إلى آخره يعني، عشان ما نطولش يعني. وده الحقيقة بيتزامن مع نقل أصول 13 وزارة وجهة حكومية لملكية ما يسمى بغموض الصندوق السيادي، تمهيدا لبيعه، زي ما قال الخبر ده، نقل اهو في سي ان ان عربي، نقل اصول 13 وزارة وجهة حكومية لملكية الصندوق السيادي وخبراء بداية لطرحها على القطاع الخاص. ده غير طبعا منطقة وسط القاهرة اللي اتكلمنا عنها هنا، وقلت لكم من يوميها ان السيسي عايز يبيعها وحط عينه عليها. وسط القاهرة التاريخي يتجدد بمخططات من صندوق مصر السيادي ضمن الشروط. وسط القاهرة التاريخي سيتجدد، وسيبدأ الصندوق السيادي في الشروع في غضون أشهر. وطبعا الإمارات هي واحدة من أبرز المستثمرين اللي بيشتروا البلد كلها برخص التراب ضمن شراكة مع الصندوق السيادي بتاع السيسي. وده اللي قاله رئيس الصندوق، قال لك رئيس صندوق مصر السيادي القبضة اللي هي شريك استراتيجي في قطاعات واعدة بالاقتصاد المصري. كل ده بيحصل برعاية السيسي وصندوق السيادي اللي الحقيقة لا يخضع لأي رقابة. ومن كام أسبوع عمرو أديب جاب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي اسمه أيمن سليمان تقريبا، وسأله سؤال واضح، مين بيراقب الصندوق؟ الراجل حس بإحراج. عمرو قال له تاني، مين بيراقب الصندوق؟ قال له مش أنا، أنا ماليش دعوة، في تقارير بتترفع، إنما مين بيراقب؟ ما عرفش يرد زي كده. أستاذ أيمن، هل في جهة ما كل سنة بتيجي تقول لك وريني البوكس بتاعتك، وريني بعت بكام؟ مين؟ غير مجلس إدارة، غير تقرير بيترفع لمجلس الإدارة من الإدارة التنفيذية، والتقرير ده بيترفع لرئيس الجمعية العمومية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. إحنا عندنا مراقبين حسابات بيراقبوا حساباتنا، الجهاز المركزي للمحاسبات احد المراقبين، ومراقب حسابات مستقل احد المراقبين، احد لا يعني حضرتك استاذ ايمن، استاذ ايمن حضرتك غير التشيك اند بالانس والمكاتب الحسابات العالميه والاخره، هل في جهه حكوميه مصريه بتراقب حاجتك كل سنه؟ يعني هل انت تخضع لرقابه؟ معلش انا اسف، عايزين نوضح ده. الجهاز المركزي للمحاسبات بيقدر كل سنه ولا اختياري ولا لا 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 لا، هو مراقب حسابات للصندوق. هو مراقب حسابات الصندوق، وبعمل بطلع ميزانيات ربع سنويه، تقرير ربع سنوي بالموقف المالي بتاع الصندوق، وده طبعا وبترفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الاداره، وبترفع لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان. لا ده قانون. ايوه فندم، هو حضرتك بترفع تقرير، انما في حد بيجي يبص، في حد بيراقب، في حد بيشوف انت صرفت كام، جبت ايه، عملت ايه؟ طبعا طبعا. مين؟ عندي جهاز مركزي محاسبات، عندنا تعاون مستمر يعني ووثيق مع الرقابه الاداريه، كل جهات الدوله. احنا بنعمل تقارير كمان، وبنعمل تقارير قدام مجلس النواب واللجان المختصه في مجلس النواب. لا، ما هو انت تعمل تقارير حاجه وان حد يراقبك دي حاجه تانية. ما انت التقارير تقول فيها اللي انت عايزه، وده اللي عايز يقوله هو عمرو، لان عمرو فاهم كويس قوي. انا اقدم لك تقرير اقول اللي انا عايزه، لكن عمرو بيسالك حد بيراقبك، مش بترفع له انت تقارير. التقارير تكتب فيها اللي انت عايزه، المراقبه غير التقرير. التقرير ده ممكن اكتب لك فيها اللي اتقال في الخمر، بس المراقبه حاجه تانية، ان يجي جهه بعثه وفد لجنه تقول لك وريني بقى اللي انت قلته في حساباتك في دفاترك. قصة الصندوق دي بدأت لما كان مجرد صندوق مالي صغير في 18، وتحول لصندوق سيادي في 20. تعال أقول لك بقى الفرق بين الاتنين في الجراف ده. خطورة الجراف هو حضرات قدام حضراتكم، خطورة تحول صندوق مصر السيادي إلى
صندوق مصر الى صندوق مصر السيادي. واحد ينقله من مجرد صندوق من صندوق مالي يشبه صندوق تحيا مصر الى صندوق سيادي. اثنين، توسيع مجالات الصندوق بشكل مبالغ فيه وهيمنته على مزيد من اصول وثروات الدوله. ثلاثة، إمكانية تقييم الأصول بشكل منفرد عن طريق بيوت خبرة عالمية وفق مجلس إدارته. أربعة، تداخل المهام وشبهة الفساد في حالة ما إذا قام بالتقييم جهة تابعة للي أنت بتفاوضه. خمسة، قبل التعديل كان ملزم بإجراء التقييم بشكل وجوبي عن طريق الرقابة المالية والبنك المركزي. ستة، بعد التعديل بقى تم استبعاد الصندوق من ولاية جهات الرقابة كالجهاز المركزي. سبعة، اقتصار دور الجهاز المركزي للمحاسبات على مراجعة القوائم المالية اللي انت مقدمها له فقط. 8، لم يمنح القانون الجهاز المركزي للمحاسبات مهمة التحقيق في المخالفات. 9، تحصين قرارات السيسي الخاصة بالصندوق السيادي من الطعن القضائي عليها، ما لهاش طعن قضائي. 10، القضاء يطعن في حالة واحدة بس، هي المتعلقة بالرشوة أو الاقتداس وليس البيع، ودي حاجة ممكن نلمها في الجنب كده. 11، أسقط القانون حقوق المواطن برفع دعوة أمام مجلس الدولة لإلغاء التعاقد إن كان به ضرر. يعني هم باعوا مصنع، جه مواطن مصري قال لك لا أنا عارف قضية المصنع ده دستوريا مش مالكش حق، مش بلدك. 11 نقطة قدام حضرتك، 11 نقطة قدام حضرتك. حتى الأرباح اللي بيجيبها الصندوق السيادي مش عارفين بتروح فين. وبرضه لما عمرو اديب سال المدير التنفيذي للصندوق برضه ما عرفش يجاوب، وقال له الاجيال الجايه هي اللي هتستفيد بالارباح ان شاء الله. اتفضل. الارباح اللي بتجي لكم او الفلوس اللي بتجي لكم بتروح فين؟ يعني طبقا للنظام اللي في الصندوق ده الفلوس دي دي حد اشترى قطعه ارض عملته ارباح من صفقه والى اخره، الفلوس دي بيتم نقلها فين او ضخها فين؟ اموال صندوق مصر السيادي، احنا الصندوق ابتدى براس مال نقدي 5 مليار جنيه من الخزانه العامه من وزاره الماليه، دفعوا لنا بالتقسيط على مدار الاربع سنين اللي فاتوا واستكملوا راس المال السنه اللي فاتت كاملا. بالاضافه الى راس المال النقدي للضخ ده جانا راس مال عيني اللي هي المباني والاصول اللي تم نقلها للصندوق، قيمناها بالقيمه السوقيه بتاعتها واترفع بيها راس مال الصندوق. بعد نقل شركه مصر القابضه للتامين برضه هيترفع بيها راس مال الصندوق. اي ارباح بيحققها الصندوق، قانون الصندوق بيقول ان احنا من حق الصندوق ان هو يوزع 20% من ارباحه للوزاره الماليه لما بيحقق 100% عائد من راس على راس المال. يعني وصلت ان انا راس مالي حققت ارباحي تعادل راس مالي، بوزع 20% من هذه الارباح. ليه المنهجيه دي؟ ودي منهجيه في صناديق السياديه العالميه كلها، هي منهجيه الاجيال القادمه. يعني انت خدت، ما هو الصندوق ده ما جابش حاجه من الخيال يعني. يعني الصندوق ده كله مبني على الدوله. فخد من حق الشعب 5 مليار جنيه، وغير كده حاجات عينيه المباني كلها، بس الشعب خد ايه بقى؟ ولا حاجه. اذا الصندوق حقق ارباح 100% الموازنه وزاره الماليه يرجع لها 20% من ال 100% بتاعتهم. طب والباقي؟ الاجيال اللي جايه. سيبك بقى من الهري ده كله، وتعالى اعرفك بالورقه والقلم كده الفرق بين صندوق مصر السيادي وصناديق البلاد المحترمه. خلينا نقارن ما بين صندوق السيسي اللي هو صندوق مصر السيادي بنموذجين لصندوق سيادي تاني في دولة أوروبية هي النرويج، ونقارنه كمان بدولة عربية بقى زي الكويت عشان تعرف الفرق بين الاتنين. انه ما ينفعش عندنا اللي عندنا ما يسماش صندوق سيادي. خلينا نشوف كده الفرق بين دولة أوروبية صندوق السيادي في النرويج والصندوق السيادي المصري، والصندوق السيادي في الكويت والصندوق السيادي المصري. اتفرج يا بيه. بين أبرز الصناديق السيادية المالية والصندوق السيادي المصري هذا هو الفارق. النشأة، الصندوق السيادي النرويجي أنشئ سنة 90، الكويتي أنشئ سنة 76، المصري سنة 2018. طيب التصرف في الأموال، الصندوق النرويجي الصندوق التقاعد النرويجي، الصندوق الكويتي صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الصندوق المصري السيادي المصري للاستثمار والتنمية، ده فرق، ده للتقاعد وده احتياطي اجيال. بتاع مصر بقى بيستثمر دلوقتي، دي اول حاجه. اللي بعده نبذه، الصندوق النرويجي نشا عقب اكتشاف اكبر حقول النفط قباله النرويج، الكويتي نشا لايجاد اليه جديده لاداره احتياطي الدوله الاحتياطي،
المصري تأسس صندوق مصر 18 كصندوق استثمار خاص. طيب المركز النرويجي هو الأول عالميا، الصندوق السيادي النرويجي هو الأول عالميا، الكويتي هو رقم 5 في العالم، في مصر 49 عالميا. ماشي، هنقول ان دي صناديق قديمه. الهدف، الهدف من الصندوق النرويجي استثمار اموال التقاعد الحكومي وايرادات النفط والغاز خارج النرويج بالعمله الاجنبيه. البنك بنك مركزي، يعني الاستثمارات دي بيحطوا فلوسهم في البنك المركزي. الكويتي الهدف منه استثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد النفط او مورد محدود واحد. بيحط فلوسه الاداره بتاعته ايه بقى؟ الحكومه ووزاره الماليه. يعني النرويجي ادارته من البنك المركزي، الكويتي ادارته حكومه ووزاره ماليه، المصري بقى مجلس اداره عمله السيسي. شوف الفرق بس عشان ما حدش يضحك عليك وتطلع لجان السيسي تقول لك كل الدول عامله صناديق. اللي بعده التصرف في الاصول. النرويجي بيتصرف في الاصول الحكومه، اللي بيتصرف في الاصول، التصرف في الاصول قرار حكومه اشراف البرلمان، البرلمان هو اللي بيشرف عليه. الكويتي اللي التصرف في الاصول الحكومه، اللي بيشرف عليه ويتصرف في الاصول الحكومه واشراف البرلمان. مصر بقى التصرف في الاموال مجلس الاداره، القرار طالع من مين؟ مجلس الاداره. اللي بيشرف مين؟ الجمعيه العموميه لمجلس الاداره. شايف الفرق؟ اوعى تطلع لجنه سيسويه يضحكوا، كفايه بقى، كفايه ضحكوا عليك كتير قوي. اللي بعده في تبقى بعده تانية، حفظ الاموال. بيحفظ الاموال في البنك المركزي. دور البرلمان، لا يجوز تمويل نفقات الحكومه الا بقرار البرلمان. طب الكويتي بيحفظوا الاموال فين؟ حساب خاص تحت اشراف وزاره الماليه. دور البرلمان، تعرض اصول الهيئه وادائها على مجلس الامه الكويتي في جلسه سنويه. تقدم الهيئة بيانا سنويا بحساباتها إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة لمناقشته. يعني السيسي عامل صندوق سيادي فريد من نوعه. تعال بقى شوف نظام الرقابة على صندوق السيسي السيادي وباقي صناديق العالم. خش يا بيه. التصرف في الأموال، الصندوق النرويجي اللي هو رقم واحد في العالم، قرار حكومة وإشراف البرلمان. الصندوق السيادي الكويتي، قرار حكومة وإشراف برلمان. الصندوق المصري قرار مجلس إدارة وجمعية عمومية. اللي بعده يا بيه، اللي بعده يا بيه، حفظ الأموال في البنك المركزي. الكويتي حساب خاص تحت إشراف وزارة المالية. المصري حساب بنكي بمعرفة مجلس الإدارة. اللي بعده يا بيه، دور الأجهزة الرقابية. النرويجي وحدة المراقبة والتدقيق بالبنك المركزي النرويجي هي اللي تراقب عليه. الكويتي تقدم بيانات نصف سنوية لديوان المحاسبة الكويتي وهي جهة حكومية مستقلة. السيسي عدم تقييد الصندوق بالقواعد والنظم الحكومية لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. سلطات الرئيس أو الأمير أو الملك. في النرويج لا يحق للملك استخدام سلطاته في إدارة أموال الصندوق باستثناء واحد، الحساب الجاري للحكومة غير كافي، أو أنهم يقترضوا عند عدم توفر سيولة. الكويتي لا دور في إدارة الصندوق، لا دور للرئيس أو الأمير أو الملك. طبعا الكويت بتدار عن طريق الملك، مفيش دور ليه في إدارة الصندوق. عندنا في مصر بقى، يشكل مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويغير أعضاءها وينهي عضويتهم اللي هو السيسي. ينقل الأصول الصندوق بعد إزالة صفة النفع العام. لا يجوز الطعن على قراراته بنقل الأصول لملكية الصندوق. ده الفرق بيننا. اللي بعدها، في بعدها حاجة، محاذير التصرف في الأموال والأصول. النرويجي لا يجوز استخدام رأس مال الصندوق إلا بقرار من البرلمان. لا يجوز للحكومة الاقتراض طالما هناك رأس مال في الصندوق. يعني الحكومة ما تروحش تقترض من بره، عندك في الصندوق خد من الصندوق. طب الكويتي، لا يجوز خفض النسبة المخصصة من الحكومة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة 10%. لا يجوز أخذ أي مبلغ من الاحتياطي الأجيال القادمة. عندنا بقى، يحق لمجلس الإدارة بيع الأصول المملوكة للصندوق، يحق التأجيل المنتهي بالتملك، يحق الترخيص بالانتفاع، يحق المساهمة في تأسيس الشركات أو الصناديق المالية. اللي بعده،
تصفية الصندوق في النرويج لا يفلس إلا بإفلاس الدولة والبنك المركزي، في الكويت لا يفلس إلا بإفلاس الدولة أو هيئة الاستثمار الكويتية. فمصر يتم تصفية الصندوق إذا بلغت خسائره 50%، يتصفى منه نفسه كده. في حالة عدم اتخاذ قرار بحل بالحل تصدر الجمعية قرارها بتغطية كل الخسائر من احتياط الصندوق. حطوا الكلام ده في عين أي لجنة قذرة يطلع يقول لك الصندوق السيادي. على كل حال خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الصندوق السيادي اللي أنشأه السيسي وخطورته على الاقتصاد القومي والأمن القومي المصري، والفرق بينه وبين الصناديق أخرى، مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس الأباري الباحث في السياسات التشريعية. أستاذ عباس أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. كل الشكر لحضرتك على أنك قبلت الدعوة، وأنه قيل لي من زمايلي في الإعداد أنهم راجعوا مع حضرتك المعلومات اللي احنا قلناها دلوقتي عن الصناديق دي. نعم. في أي معلومة أو أي توضيح عشان ما يطلعش يقولك صحيح مصر ومش عارف إيه، هل في أي معلومة حضرتك تحب تصلحها لنا في كل المعلومات عن الصندوق النرويجي والكويتي والمصري؟ لا يا فندم، أنا مبسوط بطريقة العرض، يعني ما شاء الله أنتم محضرين بشكل جيد. الحمد لله. بس أنا لفت نظري حاجة بخصوص الإفلاس آخر لوحة خالص. نعم. هي اللي لفت نظري. في الكويتي لا يجوز الإفلاس، أو في النرويجي لو جبت لي آخر لوحة بقى أيوة، في تصفية الصندوق لا يفلس إلا بإفلاس الدولة والبنك المركزي في النرويج، في الكويتي لا يفلس إلا بإفلاس الدولة أو هيئة الاستثمار الكويتي. ما الضرر إن أنت فجأة تعلن زي مصر كده يتم تصفية الصندوق إذا بلغت خسائره 50%، وفي حال عدم اتخاذ قرار بالحل تصدر الجمعية قرارها؟ إيه الضرر؟ هو بس قبل ما ندخل في الموضوع حابب ان انا اكد على امرين. الامر الاول ان احنا دلوقتي بنناقش امر الصندوق السيادي او اي امر بنناقشه مع حضرتك من واقع مستندات ووثائق وتصريحات رسميه حكوميه، يعني ما بنتكلمش سياسه، احنا بنتكلم قانون وبنتكلم بشكل ابجدي، يعني ورق ومستندات وتصريحات. الامر الثاني ان احنا خوفنا على مصر اكثر من خوف اي حد، يعني احنا مش بنزايد، احنا مش بنبين نقطة الفطسانة زي ما بيقولوا، احنا بنوضح للعامة حتى ينتبه كل صاحب شأن بشأنه. فديت امور واجب التنبيه ليها. اما امر الافلاس، حضرتك بدأت من الاخر او من التصفية. ايوه، هو فلسفة الصناديق يا استاذ محمد، فلسفة الصناديق السيادية من اول ما ظهرت ان هي ليها وجهتين. الوجهة الاولى إن هي بتحافظ على ثروات البلد في الوضع الحالي، يعني إذا كانت بلد بتعتمد على النفط، ودي معظم الصناديق السيادية في العالم هي صناديق نفطية أو بتعتمد على الثروات غير المتجددة، بين قوسين غير المتجددة النفط والغاز واللي هي الثروات الطبيعية يعني اللي هي بتخلص، فبالتالي هو قبل ما تخلص بيعد ليها صندوق، فلسفته إن هو يحافظ على هذه الثروة ويكبرها ويكتر الغلة حتى تستمر معه لأكبر فترة ممكنة، وبالتالي الأمر الثاني بقى تستفيد منها الأجيال القادمة أو حصة الأجيال القادمة في ممتلكات الدولة حتى لا تستنفذ. وده اللي كانوا زمان بيعملوه لو تفتكر حضرتك أيام الملوك في مصر، كانوا بيوقفوا جني المعادن الوقف يعني على منجم ذهب، يقول كفاية كده سيبوا بقى للأجيال القادمة. أيوه. نفتح واحد غيره، على اعتبار ان هو الانانيه في استثمار المعادن والثروات لجيل بيسبب مخاطر للاجيال اللي بعد كده. فديت فلسفه اداره الصناديق. الفلسفه الثانيه لاداره الصناديق او انشائها ان هي صناديق فوائد، يعني حضرتك دوله عندها فائض في ميزان المدفوعات بتستثمره في صندوق، يبقى اول حاجه فائض، يعني دوله غنيه عندها ما يفيض عن احتياجاتها فبالتالي بتوديه للصندوق، أو هي بتعمل فوائد من الميزانية للصندوق، يعني إما عندها فوائد طبيعية هي دولة غنية، يا إما دولة عندها ثروات كبيرة وعندها شعب كبير زي حالتنا، فبتخصص للصندوق بعض الفوائد اللي تبقى مقفولة عليه. طيب خلينا نقف هنا يا أستاذ عباس، يعني الأول إن ده حق الأجيال القادمة. نعم. إن دي حاجات مش ثروات ليست متجددة، وبالتالي من حق الأجيال اللي جاية إنها تاخد منها. طبعا. زي منجم او بترول حضرتك وصفتها بانها الثروات غير المتجدده. نعم. يعني من حق اللي هيجي يعيش في مصر بعد 200 سنه انه ياخد من منجم السكري مثلا دلوقتي،
او انه ياخد من ثروات لا تتجدد دلوقتي. اللي هو ان حضرتك اذا استثمرت الثروه بالكامل بتودع المبالغ المتحصله عنها في امور اخرى. تمام. يعني بتبيع البترول وبتاخد المال بتاع البترول تستثمره في امر اخر. حلو. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها، انه بتبقى من فوائد شيء زي البترول، الغاز، الحاجات دي كده. حضرتك ضربت اول مسمار في نعش الصندوق، لان الراجل مع عمرو اديب قال انه تكون الصندوق ده من عن طريق 5 مليار جنيه مصري خدوها من الحكومه، وعن طريق حاجات عينيه زي مباني وحاجات كده وشركات، اصول عقاريه واصول الدوله. طب ما هو كده يبقى معناه ان الصندوق انشئ غلط. اه طبعا. يعني انا عايز اقول لحضرتك في نشره اصدرها صندوق النقد الدولي، قال يا جماعه الخير يا اللي رايحين تعملوا صناديق، انتوا بتعملوا احد النماذج التاليه: يا اما يبقى عندك صندوق اسمه صندوق الاستقرار. صندوق الاستقرار ده هدفه ان هو يحمي الميزانيه العامه للدوله والاقتصاد ككل. يعني انت بتحط ميزانيتك، بتضخ الميزانيه جوه الصندوق، بتطلع منها بعد استثمار. النوع الثاني اسمه صناديق الادخار للاجيال القادمه، وده بيعتمد على الفوائد والميزانيات غير الميزانيات الثروات غير المتجدده زي ما احنا قلنا. النوع الثالث شركات الاستثمار اللي تستثمر الاحتياطيات النقديه، يعني حضرتك عندك فوائد في البنك المركزي كبيره جدا واصول اجنبيه كبيره جدا بتستثمرها، ده صندوق ثالث. صندوق رابع صناديق التنميه اللي بتساعد على استثمار الاموال الاجتماعيه الاقتصاديه زي اموال المعاشات زي الصندوق النرويجي مثلا. الامر الخامس صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد، صراحه يعني التقاعد بالاخص عندك معاشات ضخمه لا تستثمر، هي متشاله لاصحابها، فانت بتستثمرها وبترد الغله بتاعتها. طب ما ده اللي عمله يوسف بطرس غالي والناس زعلت منه زمان. لا ما عملش صندوق، هو خد الفلوس بددها، خد حطها في مشاريع، والفلوس الى الان الدوله بتدفع كل عام بتدفع جزء من الميزانيه لسداد هذه الاموال، اموال التعاقدات. طب وهل يجوز انك انت كدوله تاخد فلوسي انا وانا شخص عمال ادفع لك الفلوس دي، فلوس التامين المعاش بتاعي، تاخده وتستثمره من غير ما تسالني؟ ما هو حضرتك قلت اهو، انت كدوله يعني مش حكومه، بس مش فلوسك يعني، دي مش فلوسك، دي فلوس انا. الفلوس ديت اذا كانت معمول لها صندوق ليها مش ليك، يعني انا بستثمرها ليها. يعني فرقت صندوق يعني؟ لا، بدل ما اودعها في البنك في حساب خاص مقفول لا يتجدد ولا يستثمر، انا بودع. ما هو نموذج النرويج كده. ونموذج ناجح جدا، يعني هو بدا بمليارات قليله، النهارده هو بيدخل في التريليون دولار. يعني بيلعب في ال 30 مليار، في 30 الف مليار. فانت حضرتك بتتكلم في صندوق خرافي، وهي النرويج بداته سنه 90 وكان طموحها كله ان هي تحقق 4 تريليون. ده طموحها بعد 20 سنه. النهارده وصلت كام؟ النهارده ممكن 4000 مليار. طب وده يعود عليا انا كصاحب معاش ايه بقى؟ يعود عليك ان فلوسك مضمونه اولا وزايده. اوكي. طيب نكمل بقى يا دكتور يا استاذ عباس. دي الخمس انواع، مفيش منهم نوع، مفيش في النشره نوع يقول لك خد الاصول من، يعني انت بتاخد من جيبك اليمين تحط في جيبك الشمال. مفيش حاجه اسمها الاصول تسيلها عشان تخليها مال والمال تستثمره عشان تشتري اصول، يعني مفيش دول بتعمل كده. فانت حضرتك لعبه الاصول دي، يعني لعبه ان انت تسيل اصول وتشيل من عليها النفع العام عشان تخليها اموال، هي لعبه الفقير يعني اللي ما عندوش. لكن مصر عندها. يعني حضرتك النهارده انت اكتشفت رصيد ضخم جدا اسمه الهيدروجين الاخضر مثلا، او النيتروجين الاخضر، ده في البحر المتوسط. مصر محققه كام من الانتاج العالمي؟ محققه نسبه تضعها الاول على العالم، محققه 5% من الانتاج العالمي المتوقع. طب حضرتك ما دخلتهاش جوه الصندوق ليه؟ انت رحت استثمرتها، بالمناسبه اللي مستثمر معاك فيها الصندوق السيادي السعودي. طب ما الصندوق السيادي المصري اولى. يبقى حضرتك الثروات البترول حقل زهر، احنا جبنا جون يا مصريين، فين هو؟ بتستثمره مع انجلترا. طيب المنجم الذهب اللي انت لسه مطلعه يفوق انتاج منجم ذهب السكان، راح فين؟
راح لكندا. طب الاتفاقيات دي كلها لو اتلمت وتحطت في صندوق، الاستثمارات اللي جوه هذه الاتفاقيات تجعلك من الصناديق الخمسة على مستوى العالم، زيك زي الكويت، زيك زي الإمارات، زيك زي السعودية، لأن أنت عندك ثروات مش أقل من هذه الدول. لكن أنت هذه الثروات اللي بيتعمل منها صناديق في العالم خرجتها برا الصناديق، خرجتها برا إيد الحكومة، والثروات اللي هي بتاعت الناس اللي هي لحمهم ودمهم دخلتها جوه الصندوق وتبيعها، فدي كارثة. طيب في حاجة تانية، كارثة تانية يا أستاذ عباس، الكارثة أن الصندوق منح، القانون منح الصندوق إمكانية تقييم الأصول، أنه يقيم الأصل اللي هو بياخده عنده ده بشكل منفرد عن طريق بيوت خبرة هو اللي اختارها كما يقول القانون. وقبل التعديل كان ملزم بالتقييم عن طريق رقابة وزارة المالية والبنك المركزي. إيه دلالة وهدف التغيير ده يا فندم؟ وإيه خطورته؟ هو في الأصل كان القانون المصري نفسه متشدد جدا في تقييم أصول الدولة، يعني عمل لها قوانين صارمة في تقييم الأصول، وعمل لها آلية رقابة كبيرة جدا كانت من القوانين المحترمة في هذا الأمر. لكن حضرتك أنت حطيت جملة مفخخة في قانون الصندوق بتخلينا في النقاش دوت حطينا نصب أعيننا طول الوقت. هي جملة اتكررت ثلاث مرات في قانون الصندوق، قالت عدم تقيد الصندوق بالإجراءات الحكومية أو النظم الحكومية. يعني الصندوق دوت مش مقيد بالنظم الحكومية في أي قانون آخر، يعني لو في قانون آخر بيتشدد ما يمشيش على الصندوق، لو في قانون آخر بيضع ضوابط ما تمشيش على الصندوق ابتداء. تاني أمر، إن من ضمانات الحفاظ على أموال الصندوق أيا كانت الموارد بتاعته، نفطية، أصول مالية، من ضمانات ده إن هي بتبقى داخل إطار الحكومة، يعني المسؤول عنها الحكومة في مجموعها، الحكومة المكلفة من البرلمان، ده في النظم الديمقراطية يعني. لكن الحكومة في مجموعها مسؤولة. أنت النهاردة شلت القانون ده، شلت الصندوق من حوزة الحكومة، حطيته في إيد مجلس خاص حتى لو بيشارك فيه بعض الموظفين الحكومة، وعلى رأسه طبعا وزارة التخطيط. العالم كله بيحط على رأس الصندوق وزير المالية على اعتبار أنه صندوق مالي، وإحنا حاطين وزير التخطيط عشان يبقى بعيد عن الضوابط المالية بتاعة وزارة المالية. ده تاني أمر. الأمر الثالث، الضمانة الثالثة، إن حضرتك بتعمل ضمانة رقابة سابقة ورقابة لاحقة. الرقابة السابقة إن حضرتك بتراجع العقود، أي عقد بتمضيه الدولة المفترض إن بيراجعه مجلس الدولة، لو العقد ده زاد عن 5000 جنيه بيراجعه مجلس الدولة. أنت حضرتك مجلس الدولة ما بيراجعش عقود الصندوق، دي الرقابة السابقة. طب الرقابة اللاحقة جزئين، الرقابة اللاحقة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، رقابة مش مراجعة، تحقيق ومحاسبة وليس مراجعة فقط. إيه الفرق بينهم يا أستاذ عباس؟ المراجعة حضرتك ان انا براجع حساباتك واقول لك انت 1+1=2، انت ما غلطتش. لكن المراقبة ان انا بقول لك اتفضل حضرتك يا استاذ محمد مدير الصندوق، اتفضل بره المكتب، واقفل المكتب على نفسي واقلب المكتب بمستندات، ودي كناية طبعا انا قلت من شوية، اطلع الخزنة واقلب الاوراق واخد المراسلات اللي بينك وبين الغير، واخد المكاتبات، واخد العقود، براجع مراجعة شاملة كاملة، براجع ده وبراقب عليه وبحاسبك مباشرة بدون الرجوع إليك، يعني برفع تقريري مباشرة لرئيس الجمهورية وللنيابة العامة إذا كان في مخالفة مالية. ده قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. لكن اللي بيتعمل في الصندوق هنا إيه؟ ده نوع الرقابة الأول. نوع الرقابة الثانية قبل ما يفوتنا، الرقابة القضائية اللاحقة، اللي هي رقابة مجلس الدولة برضو، اللي هي ما يسمى قضاء الإلغاء. يعني حضرتك مواطن ليك عند الدولة حاجتين، ليك الصفة والمصلحة. صفتك مواطن، وتزيد الصفة شوية لو أنت مواطن موظف، مواطن عامل، مواطن صاحب ملك، دي الصفة. وتزيد عليها المصلحة إن حضرتك لك مصلحة في الحفاظ على أموال دولتك باعتبارك مساهم في هذه الدولة. الاثنين دول مع بعض يخلوك تاخد أي عقد بتعمله الدولة تروح بيه مجلس الدولة طعن اسمه قضاء إلغاء. أنا عايز ألغي العقد ده لأن في عوار 1-2-3. لما بتشرح قضيتك كده ومجلس الدولة بيلاقيها أسانيد مظبوطة بيحكم بإلغاء هذا العقد، زي ما حصل كده في الجزيرتين، زي ما حصل في الجزيرتين، واتغيرت بعدها القوانين طبعا. يعني مجلس الدولة تشال من الرقابة بشكل قانوني، بالمناسبة تعديلات قانونية ممكن نتعرض عليها فيما بعد. لكن الآليتين الرقابية دول مش موجودين في القانون. فأنت عند حضرتك
الجهاز المركزي المحاسبات لا يحاسب ولا يراقب، هو يراجع القوائم الماليه اللي انت بتديها له، وما بيراجعهاش لوحده، هو بيراجعها مع في مراجعه مزدوجه. يعني حضرتك بتعين، انت اللي بتعين، انت الصندوق هو اللي بيختار المحاسب بتاعه، يقول لجهاز المركزي المحاسبات انا عايز فلان يجي يراجعني، يبقى فلان اللي بيراجعك مش الجهاز المركزي المحاسبات، وبتختار واحد برضو من الرقابه الماليه. القانون جوه بقى قال ايه؟ عطى المجلس الاداره والجمعيه العموميه ايه؟ عطاهم حق تغيير هؤلاء، يعني يحق ليهم في اي وقت تغييرهم. الاصل ان الجهاز المركزي المحاسبه لما بيروح يراجع هو اللي بيعين المختص، هو بيعين يقول لك فلان وفلان جايين لك مكلفين يراجعوك او يتابعوك او يحاسبوك، لكن انت تختارهم. طب ما عجبكش قدموا تقرير مش عاجبك بتغيره. في حين ان هم سقفهم في تقديم التقرير امتى؟ يعني سقف التقرير الجهاز المركزي المحاسبات بعد ما بيراجع حاجه اسمها القوائم الماليه. القوائم الماليه دي الصادر والوارد والمنصرف بس. لما بيراجع القوائم الماليه بيقدمها لك انت. فالجمعيه العموميه بقى بنص القانون بتعمل ايه؟ انا عايز اقرا لك من نص القانون عشان ما حدش يقول لنا انتوا ايه؟ يكون الجمعيه العموميه ايه بقى؟ واحد، مناقشه واعتماد القوائم الماليه السنويه والموازنه التقديريه ومقترح توزيع الارباح. وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. يعني الجمعية العمومية بعد ما حضرتك بتسلم لها التقرير بتناقشه. يعني مش بتاخده تعتمده، دي بتناقشه. تاني واحدة، ودي الأنقح والأنكى، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. يعني لو لقى التقرير بيدين أعضاء مجلس الإدارة يبرئ ذمته. يبقى أنت التقرير عملته عشان يتحط في ورق. ثالث واحدة، إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحدد أتعاب الجهاز المركزي المحاسبي. يبقى أنت حضرتك متابعة وتقييم أداء الصندوق، دي اختصاصات الجمعية العمومية. طب بالله عليك لو أنا قدمت لها تقرير ويقول لها أنتوا أفسدتوا ودمرتوا الدنيا وبعتوا الأصول وغيرتوا ملامح ثروات الدولة، يبقى من حقها انها تراجع. بعد ما بتعمل المراجعه الرباعيه ديت بترفع التقرير بتاعها، مش بتاع جهاز المركز المحاسبات، لرئيس الجمهوريه، بترفع نسخه، وبترفع نسخه او بترسل، هو النص نص القانون كده، ارسال نسخه لمجلس الشعب، لرئيس مجلس النواب، مش لمجلس النواب يا لا لرئيس النواب، وقال نسخه، قال بيان، يعني ارسال نسخه من المراجعه الماليه دي لرئيس، بين قوسين رئيس مجلس النواب. يعني ايه رئيس مجلس النواب؟ بتوصل في تقارير بتوصل لمجلس النواب للرئيس، لمكتب الرئيس، وفي تقارير بتوصل لمكتب مجلس النواب، يعني مكتب رئيس مجلس النواب، مكتب رئيس مجلس النواب او مجلس النواب. لمكتب رئيس مجلس النواب يقدر رئيس مجلس النواب يقفل الدرج عليه وخلاص، مش عايز اللي هو ماشي. اللي هو الاطلاع، يعني بتاع رئيس مجلس النواب. اوكي، لو هو قال مش عايز اناقش ومش هيناقش، لكن اللي رايح مرسل بشكل طبيعي رسمي لمجلس النواب واجب مجلس النواب انه يناقشه. لكن حضرتك عرضت الفيديو بتاع الرئيس التنفيذي، قال ايه في اول الفيديو خالص؟ قال ايه؟ بيقول له يا عمرو اديب، بيقول له يا استاذ ايمن، احنا عايزين نستعرض ايه، انتوا عملتوا ايه عند مجلس النواب لما رحتوا ناقشتوا الصندوق؟ قال له اعضاء مجلس النواب كانوا متشوقين زي بقيه المصريين لانهم يسمعوا مننا الصندوق عمل ايه، متشوقين انهم يسمعوا مننا الصندوق. لقاء حب. المفروض ان هم مسؤولين عنك ومسؤولين عن ما في حوزتك، لكن متشوقين دليل انهم ولا وصل لهم اخبار ولا وصل لهم قوائم ولا وصل لهم مراجعه، دول ناس متشوقين زيهم زينا. فبالتالي هم اصدروا القانون وعطوا لك، عطوا القط مفتاح القرار وقالوا له ايه، روح اشتغل. فديت نقط. نرجع بقى للنقطه اللي حضرتك سالت فيها في البدايه، هو ايه اللي يضير طالما في مراجعه؟ هو الامور اللي قلناها مع بعض دي تنسف فكره المراجعه، مفيش مراجعه. لا، احنا اتكلمنا على انه من حقه هو يقدر يقيم العقار او الشركه اللي هيدخلها عنده واللي هيبيعها. هو عاطله كده صح؟ هو المفترض طبعا، هو المفترض التقييم ده اداه خارج ما هو في كل الاحوال. استاذ عباس، في كل الاحوال اللي هيقيم بيت خبره خلاص، هو بقى من هنا في طبقا للقانون اللي من حقه يستدعي او يستعين او يطلب الاستعانه ببيت الخبره ده انا كصندوق
ولا أنا كدولة؟ هو حضرتك المقيم له ملوش علاقة بالتقييم. يعني الطرفين اللي هيعملوا هينجزوا البيعة ما بيدخلوش جوه التقييم. أنا كصندوق والشخص والدولة اللي تشتري. أيوة جهة ثالثة تعين لي المقيم، زي ما النيابة العامة كده بتعين واحد عند التفليسة يقيم من بره إطار الطرفين. ليه؟ عشان يبقى فير، يبقى بعيد. أو زي ما بعض القضايا بيطلب المتهم المحامي رد المحكمة. نعم يبقى كده هو كده أعطالك آلية لأنك تبقى عندك آلية للرد. لكن حضرتك اللي بتعين المقيمين، حتى لو هو بيت خبرة عالمي. طب ما هو بيت الخبرة العالمي ده زي ما هو بيدي لك تقييم، هو بيدي تقييم للمشتري. أيوة. طب ما يمكن المشتري شريه. طب ما يمكن أنت والمشتري والبيت الخبرة العالمي متفقين. مصلحة واحدة ثلاثة. فين الدولة هنا؟ يبقى الدولة هي اللي المفترض تعين من يتم. كان الأول في قانون سنة 2018 كان عاطي للجهاز المركزي للمحاسبات، عطي للبنك المركزي وللهيئة الرقابة المالية بس هم اللي بيقيموا. أنا راضي بأن البنك المركزي يقيم حتى على فساده، ده عنده موظفين أكفاء يقدروا يقيموا. لكن حضرتك لما تروح موديها للقطاع الخاص، طب خد بالك من دي بقى، دي اللي تكمل لك الصورة. هو أموال الصندوق بعد استلامها أموال خاصة ولا أموال عامة؟ بالعمياني كده المفروض تبقى أموال إيه؟ عامة. أموال عامة ليه؟ عشان يحميها قوانين الأموال العامة. أي. من الخسارة، من الإفلاس، أو من الفساد، من الرشوة. لكن هي أموال خاصة. جميل كده. إن القانون نفسه أحد جهات القانون الخاص، زي الشركات المساهمة. قانون خاص لمين؟ يعني أموال خاصة لمين؟ ما الدولة نفسها بتمتلك ملكياتها بنوعين. نوع اسمه الملكية العامة زي المرافق العامة اللي هي بتبقى ملك كل الناس، ونوع اسمه الملكية الخاصة زي مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة العدل، ملكية خاصة. الاثنين كل واحد فيهم قوانين، نظام. الاثنين محميين. لكن لما انا اقول هذا الكيان كيان خاضع للقانون الخاص، بحط جنبها جملة كنا زمان بنحط جنبها جملة تانية، وأمواله تخضع لذات النظام القانوني للأموال العامة. أوكي. حلو. يعني أنا بديك حرية شوية في إنك تتصرف في أموالك الخاصة يا وزارة كذا، لكن أنا بحميها لك بما أعطيته من حماية للأموال العامة. لا، هو هنا عمل الاثنين، إن الصندوق من أشخاص القانون الخاص وأمواله أموال خاصة، يعني تتباع وتشترى بعقد ابتدائي. اروح ابيع انا واشتري انا والمشتري بدون رقابه، ان انا اعمل مزاد خاص بعيدا عن الرقابه الحكوميه. هو قايل لك في القانون عدم التقيد بالنظم والاحكام والاجراءات الحكوميه. انا بس عندي نقطه يا استاذ عباس هي اللي قلقاني، وما تتفقاش مني لما اقول لك قياس صغير قوي. لا انا معاك. يعني انا هديك مثال. انا ما اعرفش ايه بيوت الخبره اللي ممكن تقيم مبنى في وسط البلد، خلاص انا ما اعرفش. فانا رحت جبت مبنى شركه عباس اباري اللي بتقيم، انا ما اعرفش ايه الشركه، ما هي ليها سي في. فممكن يحصل لي، انا عارف انك هتضايق مني، على سكيل صغير قوي قوي قوي، نفس اللي حصل للبنت اللي هي غدا اللي هي بتاعت مترو الانفاق. أنا لسه كنت أقول لك على المثال. والله أصلا أنا اشتغلت قبل كده في مترو الأنفاق الخط الأول. أيوة. وشفت إزاي المسؤولين عن المترو كانوا أولا بيستعينوا بأسماء كبيرة جدا، وأنا اشتغلت صبي عند الدكتور فاروق إبراهيم في مترو التحرير. وشفت بقى أستاذ صالح رضا، أساتذة كبار جدا وأسماء كبيرة جدا، ومع ذلك شفت إزاي دول بيقدموا الميزانية والرسوم الموضحة وكل ميزانية تفصيلية، وبعدين الهيئة الحكومية تقبل أو ترفض. نعم. بعد ما اختارته. أنت لما جيت البنت غادة دي، اسمها غادة إيه؟ غادة والي. طلعت إنها سرقة من واحد تاني، والنهاردة أنت رحت سجنتها مش عارف 30 ولا إيه. ما ده بسكيلسو 3 شهور. بسكيلسو غير ده ممكن يحصل لك مع مبنى زي مبنى مثلا هانو اللي في وسط البلد، أو مبنى عمر أفندي وهكذا. فأنت فاشل أصلا في القصة دي. نعم. ما الذي يضمن انه ما حدث مع غادة والي ما يحصلش مع
شركه انت جبت قلتها راح عباس قباري عملها اول امبارح وقال لك دي شركه بتقيم الاصول، ما الضامن ان ده ما يحصلش؟ مفيش ضامن، مفيش ضمان. ده هي ممكن يكون الموضوع معمول عشان اللي انت بتقوله ده. نعم. من الاصل يعني الموضوع ممكن يكون معمول اصلا عشان يشتغل كده. يعني هي شركة مؤسسة في أوروبا، أنت بتعرفش تاريخها السابق، لكن هي جاية من أوروبا، فبالتالي هي شركة ومنصة دولية وليها سايت على النت وتيجي تقيم وتعك في أصولك. يعني الفكرة أصلاً اللي معمول عليها ده هي اللي حضرتك بتقوله. واضح ولا أوضح أكتر؟ لا واضح. إن أنا ممكن أنا الشاب اللي جوه ده انا هو نعمل شركه دلوقتي في انجلترا ونأسسها ونعمل لها اسم وعلامه تجاريه والحاجات دي. انا هقول لك مثال قريب جدا. العاصمه الاداريه هي بتمتلكها ايه؟ شركه العاصمه. شركه العاصمه الإدارية. شركه العاصمه. شركه العاصمه بتمتلكها. ايوه تمتلكها، مش بتديرها. طيب بتمتلكها يعني مين عضو فيها شركه العاصمه دي؟ ما اعرفش. عضو مؤسس كامل الوزير اللي هو دلوقتي بقى وزير النقل. طب هو لما يبقى وزير النقل عضو في شركة العاصمة الإدارية ويروح ياخد مشروع النقل جوه العاصمة الإدارية، هو الراجل بياخد أرباحه بشخصه بالمناسبة مش بصفته. لما بياخد أرباح من هنا يرجح أنه مصلحة؟ مصلحته هو شركته هو. أنا بكلمك في الحدود الصغيرة اللي هي البسيطة. أيوه. فده كوبي بيست من اللي بيتعمل في قضية تحرير أصول التقييم من ايد الحكومه والدوله ومجلس الدوله، وان انت تعين لجنه يبقى فيها عنصر قضائي وعنصر مدني خبره وعنصر حكومي فاهم، وبرغم كده كان بيبقى فيها فساد، فما بالك بقى لما تحررها من ما هو ده. ما هو ده متسق يا استاذ عباس مع فكره اللي هي المناقصه، اللي هو انه لغى المناقصات. يعني انا كنت في وزاره الثقافه، لغى قانون المناقصات المزايده. ما هو انا كنت في وزاره الثقافه، كان ساعات ابقى عضو لجنه مناقصه ويتفتح المظاريف قدامنا وحاجات من دي، والناس يقعدوا المتخصصين الشركات اللي تيجي كل واحد نفتح قدامه لاول مره، بتفتح الظرف بتاعه قدام الناس كلها، وفي خبير، انا كنت بروح كخبير فني في الجهه الفنيه. هو لغى ده، وكمان لغى فكره اللي هو خطاب الضمان، ان الشركه اللي تيجي تحط مبلغ في البنك ما تجيش عنده لمده مش عارف قد ايه، حد ما يتم بعد كام شهر من التسليم. هو لغى كل ده، ما هو ده متسق مع اجراءات المهلبيه دي اللي حاصله في البلد. التكامل ده بيقول ان في صوره مغلوطه. يعني احنا لو اتكلمنا بشكل حر بعيدا عن ما لناش راي في الموضوع، في صوره مغلوطه لاداره اصول الدوله وثرواتها، في حاجه غلط. ليه؟ لان حضرتك القوانين بالتراكم، يعني انت بتحط قانون فوق قانون فوق قانون فوق قانون عشان يرسم الصورة العامة. انت جبت كل القوانين اللي هي بتوفر ضمانة للدولة او للشعب في ضمان ثرواته ونسفتها وعملت مكانها قوانين تانية. لا، والحجة ان القوانين اللي فاتت كانت بتسمح بالفساد. يعني طبعا. طيب نيجي بقى يا استاذ عباس للقصة التانية، انه التعديل كمان تضمن شق قضائي، وهو تحصين قرارات السيسي الخاصة بالصندوق. نعم. ضد الطعن عليها في القضاء، إلا إلا في حالة الاختلاس، لكن في حالة البيع ما ينفعش الطعن عليها. نعم. إن أنا أبيع ما يطعنش عليها، ولا مواطن ولا جهة أي حد، لكن الطعن يجوز في حالة اختلاس فقط. نعم. ما خطورة ده يا دكتور يا أستاذ عباس؟ في سنة 2014 المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت أصدر قانون اسمه قانون تحصين العقود، عقود الدولة من الطعن. إيه القانون ده بيقول إيه؟ بيقول حاجتين رئيسيتين. بيقول إن العقود اللي بتبرمها الدولة لا يجوز للمواطن الطعن عليها، والوحيد اللي ليه حق الطعن طرفيها، يعني البايع والمشتري. طب البايع مرتاح والمشتري مرتاح، مفيش طعن. وعلى المحكمة، على المحكمة رد جميع القضايا المرفوعة أمامها من تلقاء نفسها، يعني ترفض القضايا المرفوعة ولا تقبل قضايا جديدة في هذا الشأن. يبقى هو التحصين تم في سنة 2014. اللي جه بعد كده قانون صندوق تحيا مصر
خد بنفس الوجهه دي، كل الصناديق الماليه خدت بنفس الوجهه دي، وقانون صندوق مصر السيادي خد بنفس الوجهه لا يجوز الطعن. لكن هو عطى ميزه الامر لمين بقى؟ يعني انا برضو هقول لحضرتك من واقع الماده، الماده 6 مكرر اللي هي تعديل تم في سنه 2020، قالت ايه؟ قالت مع عدم الاخلال بحق التقاضي لاصحاب الحقوق الشخصيه او العينيه على الاموال محل القرار، يكون الطعن في قرار رئيس مجلس رئيس الجمهوريه بنقل الاصول او الاجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار من الجهه المالكه للاصل او الصندوق المنقول له الملكيه دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي ابرمها الصندوق او التصرفات التي اتخذها لتحقيق اهدافه او الاجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود او التصرفات. في هنا حاجتين، في حلقتين. رئيس الجمهوريه المفترض ان هو ينقل الاصول للصندوق بقرار، بيقول قرر رئيس الجمهوريه القرار التالي: اولا ازاله النفع العام عن مبنى وزاره الداخليه مثلا، ثم نقل مبنى وزاره الداخليه للصندوق السيادي. حلو، الصندوق السيادي بياخده اخذ ملكيه وليس اداره او انتفاع. طب دي الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه، كل الاجراءات والتصرفات اللي بيورها الصندوق على هذا الاصل محصنه من الطعن. يبقى هو حصل الحاجتين، النقل يعني خروج الاصل من حوزه المواطن اللي هو المالك لحاجه اسمها الصندوق السيادي، ده ممنوع الطعن عليه. والحلقه الثانيه اذا كان كمان الصندوق اتصرف في هذا الاصل لغيره لا يجوز الطعن عليه. طب مين اللي ليه حق الطعن؟ الاطراف، يعني رئيس الجمهوريه او الوزاره اللي اتنقل من عندها الاصل والصندوق، ودول في الاخر مع بعض يعني. ده في الحلقه الاولى. في الحلقه الثانيه الصندوق واللي اشترى، واللي اشترى. يعني في الحاله الاولى حكومه ببعض، والحاله الثانيه زبون ومشتري، مالهاش مصلحه في انها تطعن اصلا. ده طبعا خلص. طبعا ده هو المفروض امن زي ما انت قلت، يعني الاثنين راضيين. لا انا عندي في حاله الرشوه الرشوه والاختلاس دي، يعني دي ذره لرماد في العيون زي ما بيقول. لا خليني بس اقف هنا عند الرشوه والاختلاس. من الذي سيثبت ان محمد ناصر ارتشى او اختلس؟ بقى قول انت بقى. لا مجلس اداره الصندوق. يعني هو ما يعني اذا كنت انا المرتشي انا هشتكي نفسي؟ لا معلش معلش معلش، يعني بس طول بالك، انا هقول لك انا فكرتي ايه. اتفضل انا هقول لك فكرتي. وانت طرف اخر هو اللي يقول كده. لا انا هقول لك فكرتي وانت تقول لي ده يعني الى اي مدى مظبوط. دلوقتي انا بقدم كصندوق مجلس اداره الصندوق بيانات لرئيس مجلس الشعب، بقدم بيانات للجهاز المركزي للمحاسبات بموظف انا اللي بختاره زي ما حضرتك قلت، والمجلس ما بيجينيش، المجلس المركزي ده ما بي... المركز لا لا ما بيجينيش ويفتش ويقلب. اذا لو ثبت ان هناك حاله اختلاس او رشوه، يبقى انا كصندوق اللي بقول للاستاذ عباس، استاذ عباس خلي بالك عندي موظف اسمه محمد ناصر اختلس. ده معناه ايه بقى؟ طب لو معناه في كوجهه نظر دراميه، معناه انه هذا الشخص مغضوب عليه من مجلس الاداره. انت اللي قلت مش انا. ما هي ما تفهمش غير كده. اذا كنت انا الحكم وانا القاضي. هقول لك نقطه اهم. اتفضل. طبعا كلام حضرتك مهم يعني، لكن هقول نقطة جنبها يعني. النقطة الثانية إن لأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون بالصلح في جرائم الرشوة والاختلاس. يعني يجوز لرئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء قبول طلب الصلح من المرتشي أو المختلس، يعمل تصالح مع مجلس الوزراء ويقول لهم يا جماعة أنا ارتشيت في الوقت الفلاني، ويرد المبلغ محل الرشوه، ويرد المبلغ اللي هو حدده بقى اللي هو اتكشف. اوكي. ويخرج بالاتفاقيه اللي تمت مع مجلس الوزراء دي وفق لجنه خاصه، ده تعديل لقانون الاجراءات الجنائيه، يخرج من اي دعوه بدون سلطه تقديريه للمحكمه. يعني واحده واحده في دي، عشان دي مهمه تكمل الصوره اللي حضرتك قلتها. المفترض الراجل المختلس ده أصاب حقين، حق المال اللي اختلسه وحق اسمه الحق العام اللي هو حق المجتمع. المجتمع لو هو رجع الفلوس يتحبس بالحق الثاني. المجتمع
المجتمع فين بقى؟ وانا انت طلعت مختلس عشان يعيش بين الناس تاني طبيعي بشكل متصالح فيه. لا، هو بمجرد ما الراجل المختلس ده رجع الفلوس اللي معاه يسقط عنه الحقين، ومجلس الوزراء يبعت محضر الصلح، يبقى محضر الصلح ده عند النيابة ملزم، من حقها النيابة، ليس من حق النيابة التداعي. التكامل ده بيقول ان احنا عندنا حاجة، في حاجة هنا بتتلعب. لا، ده انا افتكرت حاجة، ده القانون ده حلو قوي. بدل ما تروح تاخد قرض من البنك وعليه فوائد، روح اختلس وبعد ما ربنا يسهل لك رد الاختلاس تاني وتطلع عادي، ولا فوائد ولا اي حاجة في الدنيا. لا يا طيب، يبقى ليك مصور جوه الحكومة عشان تعرف تعمل ده يعني. بس انا بقول لك انه فكرة انه الا في حالة الرشوة الطعن، ده معناه ان الصندوق هو اللي هيسلم الزبون. نعم. يعني هذا الزبون اللي داخل الصندوق اختلس او ارتشى، مغضوب عليه مجزرة الصندوق. لا سبب ما، دمه تقيل، بيتكلم كتير، او متضايق من حاجة، فاذا هتخرج من العصابة هنقتلك، هندمرك. طيب خليني بقى اسألك السؤال اللي هو مضايقني انا. هو سؤالين، اول سؤال والوقت بيجري، اول سؤال اللي هو بيقول لك الموضوع يستدعي ان احنا ناخد وقتنا الكامل، لان ما هو ده احنا داخلين على ساعه. اول سؤال هو بيقول لك ان عائد الصندوق ده بندي 20% في حاله، الراجل قال مع عمرو اديب كده، في حاله مكسبنا 100% بندي 20% للحكومه والباقي حق اجيال. نعم. طب ده مش كلام سليم وكلام ناس كمل؟ طبعا كلام جميل. هاي. لكن هو يعني ايه حق اجيال؟ يعني اولا في نقطه هنا في طريقه، هو انت هتضايقني على فكره، انت هتضايقني، انا هتضايق منك. بس هو مين اللي قال اصلا انك كسبت 100%؟ ما انا لسه بقول لك. يعني معلش، انت اللي بتقدر، انت النقطه مش انت، لا ما انت الاول نمسك النقطه الاولانيه. انت بتقول في حاله ان انا اكسب 100% هديك 20%، مين اللي بيقول انك كسبت 20% 100%؟ انت من ايه؟ انت اللي بعت لي. يعني انت لو قلت كسبت 70% او 80% او 10%، انا ما اقدرش اقول لك لا، فبالتالي انت ممكن تاكل عليها 20%. ده اول حاجه، صح ده ولا غلط؟ صح. وبعدين في تداخل هنا، انت الاصول بتجيلك بالتداخل. يعني حضرتك 100% دي اتحققوا امتى ومن ايه؟ فدي نقطه مهم ان هي تنور عليه. النقطه الثانيه ان هو لما يقول 100% ورجع 20%، ترجع 20% لوزاره الماليه، ال 80% للاجيال القادمه. يعني ايه في صوره ايه الاجيال القادمه؟ في صوره استثمارات جوه الصندوق. يعني ما اتشالتش في بنك بعد ما حصلت 80% شلتهم في البنك عشان يستثمروا. لا، ده انت بتستثمرهم جوه نفس الانشطه. طب لو الانشطه دي نفسها محققه نسب قليله وغله قليله نفسها، يعني مين اللي بيقول لك هنا انت حققت؟ ده انت اصلا محقق غله قليله، فتاخد الارباح تحطها فيها. فيعني المنظومة على بعضها بتقول إن طريقة سريان الصندوق السيادي المصري ليست على نسق طريقة إدارة الصناديق الأخرى. الصناديق الأخرى، أنت حضرتك ضربت مثال بصندوقين، صندوق النرويجي والصندوق الكويتي. الصندوق الكويتي هو أقدم الصناديق السيادية في العالم، وهم الكويتة يعني تنبأوا لهذه الفكرة، ويمكن هم اللي صدروها للعالم. عملوا الصندوق في الخمسينات، عملوا حاجة اسمها صندوق الاستثمار. كانوا بياخدوا ميزانية الدولة يحطوها في الصندوق، وبعد كده يخرجوا من الصندوق استثماراته، فيروحوا بقى يشتروا في مصر، يشتروا في أوروبا، يشتروا في أمريكا، فبالتالي ياخد أموال غلة البترول ويروح يستثمرها. فباين أول الاستثمار هنا، باين أنا عندي مليار دولار رحت استثمرتهم فرجعوا مليار ونص، يبقى في نص واضحة. الصندوق الثاني بتاع النرويج هو خد أموال الدولة، خد أموال الدولة في مجالات، في مجال البترول، مجال استثمارات البترول، هو بيستثمر في 30 دولة بترول، برغم أن النرويج ده 5 مليون واحد وعايشين في حتة ما حدش يروح يعيش فيها، لكن بيستثمروا في 30 دولة. خد استثمارات البترول والغاز، وخد أرباح أرصدتهم، وخد الضرائب المتعلقة بيهم. لما تقرا حضرتك القانون مرتب ايه الحاجات اللي تدخل جوه الصندوق تتعجب، كل الفلوس دي ضخمه جدا تدخل جوه الصندوق. فلما تدخل ويروح يشتري بيها، يستثمر بيها في 80 دوله، تبان الاستثمارات. لكن حضرتك الصندوقين بقى قالوا ايه في قضيه الاستثمار الكويتي والنرويجي؟ قالوا
ان اموال الصندوق تستثمر فين يا استاذ محمد؟ خارج البلد وتتعامل بالعمله الاجنبيه، ودول قيدين موجودين جوه القانونيه عرضناه. لكن احنا بقى بنستثمر الصندوق فين؟ جوه البلد ليجتذب استثمارات جوه البلد. فانت اللي بيستثمر جوه بلده مهما كانت قماشته هي قماشه ضيقه، يعني انا بطلع فلوسي بره عشان استثمرها وترجع لي عائد، فخضعت القوانين دول اخرى عائد، فخضعت القوانين دول اخرى. لا 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 احنا مش عايزين نخضع لقوانين دول، خلينا جوه. فبالتالي انا بعرض سلسله فنادق. انت لما تسمع حضرتك الرئيس التنفيذي للصندوق تلاقيه بيتكلم في مشاريع، يعني حضرتك لو رئيس مجلس اداره الصندوق دي تستحي ان انت تتكلم فيه، بيتكلم في مواقف عربيات، وبيتكلم في مخازن للشركات الوسيطه، وبيتكلم في سلسله فنادق، وبيتكلم في تحويل مجمع التحرير لفندق. القماشه ضيقه. هو دي مش دي وجهه استثمارات الصندوق السيادي، مش هي دي المرجو، مش هو ده المرجو ان يبقي حاجه للاجيال القادمه. يعني انا لو باجي اجر منك مجمع تحرير عشان اعمله فندق، هدي لك كام في السنه؟ مليار جنيه مثلا، يعني مليار جنيه. هدي لك المليار جنيه دول لمده 30 سنه. طب بعد 30 سنه في حاجه اسمها مليار جنيه؟ وفي نقطه ثانيه كمان غير دي، بس نفسك في انشطه مع اهميه دي، يعني بتاعت الصناديق السياديه، مع اهميه انك انت بتقول لي مشاريعهم هي مواقف سيارات، دي مشاريع تنميه محليه، مشاريع مراكز محليه، يعني مش صندوق سيادي ده، مش صندوق سيادي. لكن في نقطه تانية، انه الصندوق النرويجي والكويتي زي ما عرضنا بيستثمر في فائض ميزانيته. ايه بقى فائض الميزانيه؟ انا عايز اشرح للناس ايه فائض الميزانيه. يعني هو ميزان المدفوعات، في ما اعلمه ما درسته في القانون، ممكن الاقتصاد يقول حاجات اوسع، ان في دخل قومي وفي مصروفات. كويس. فانا لما بحط موازنه الدوله غير ميزانيتها، اما اقول موازنه الدوله للسنه القادمه هي توقع، وميزانيه الدوله هي واقع. فبالتالي الفرق بين الموازنه والميزانيه بين الداخل والخارج هو ده ميزان المدفوعات. انا الموارد الدوله ومصروفاتها. في دول لما بيجي لها موارد بيجي لها موارد اكتر من مصروفاتها، فبيبقى عندها فائض ميزانيه. فائض الميزانيه ده بتروح حطاه في الصندوق، تضخه في صندوق يستثمر ويرجع لها تاني. فتعمل ايه؟ فترفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. الراجل اللي كان بيقبض 10 دولار في الساعة يقبض 50 دولار في الساعة، الراجل اللي كان معاشه 10 دولار في الأسبوع يبقى معاشه 100 دولار في الأسبوع. تنمي قدرات الحاضرين، الناس اللي عايشة، وتختزن الثروة للقادمين. لما حصل دروب في الكويت وقت كورونا، كان في، لو حضرتك تراجع في هذا الامر، كان في عركه كبيره جدا بين مجلس النواب وبين الحكومه، لان الحكومه طلبت، مجرد طلب، ان هي تسيل بعض الفلوس من الصندوق السيادي الكويتي اللي هو صندوق اسمه صندوق الاجيال. البرلمان وقف، مجلس الامه وقف الكل على التوقف، ما انتج ان الامير تدخل واصدر قانون البرلمان هو اللي اعده لحمايه صندوق الاجيال، والزم الحكومه ان هي تدور على موارد بعيد عن صندوق الاجيال. دي حمايه. لا بس في هنا نقطه يا دكتور، يا استاذ عباس، هو لما عرضنا الصناديق دي سواء النرويجي او الكويتي، قال لك الحكومه لا في حاله اقتراضها تقترض من الصندوق. نعم، طول ما في موازنه او فائض في الصندوق لا يجوز لها الاقتراض. طب امال ايه الخناقه كانت عليه في مجلس الامه الكويتي؟ كانت على ان موارد، ما هو مجلس الامه الكويتي قدامه صندوقين، صندوق اسمه صندوق الاستثمار وصندوق اسمه صندوق الاجيال. صندوق الاستثمار اللي هو بتاع ميزانيه الدوله، ميزانيه الحكومه اللي هي بتصرف منه وتدير استثمارات. صندوق الاجيال ده مقفول لا يؤخذ منه، بياخد 10% كل سنه من الصندوق الاستثمار يشيلهم. طب يشيلهم في تراك موازي يستثمر لوحده، لا يجوز للحكومه ان هي تخفض النسبه دي ولا انها تقترض منه ولا تاخد منه. الحكومه وصل بيها الحال لانها بدات استثماراتها تهتز، فعايزه تاخد جزء من صندوق الاجيال وتعوضه فيما بعد. هنا توقف البرلمان وقال لا يجوز للحكومه ان هي تاخد. طب مش هو يجوز انك انت تاخد قرض؟ هو قايل كده انه ما النرويج، انا يعني ده مثال اخر. النرويج. لكن الكويتي لا يجوز الاقتراب من صندوق الاجيال، لا يجوز. لا يجوز، لكن في النرويجي لو عايز تقترض بدل ما تقترض من بره تاخد من الصندوق ده. طول ما عندك فائض ميزانيه جوه الصناديق
الحكومة تقترض ليه؟ ما أنا عندي فوائد أقدر أحركها. هو قايل كده، هو قايل كده، هو يعني أنا لا أقترض طالما في فائض. طب مين اللي بيصرف لي الفائض؟ مين اللي بيديني الفائض؟ مش الحكومة، أهو البنك المركزي والبرلمان. أوكي. فبالتالي جهة أخرى هي اللي بتحدد له تاخد قد إيه وتاخد المدة قد إيه وتستثمره في إيه. طيب في الكويتي، طالما أنت جبت سيرة الكويتي، في الكويتي لا يجوز للأمير، لا قرار للأمير على صندوق الأجيال، صح؟ صح كده يا أستاذ عباس؟ صحيح صحيح. وفي حتى في النرويجي يعني القوانين اللي صدر، احنا بنتكلم برضو في القوانين، هل هو اداريا له الحق بيقعد في مجلس الاداره؟ دي ممارسه، لكن القانون لا يعطيه الحق في التدخل في الصندوق السيادي. ولا النرويجي، ولا النرويجي نفسه. الملك بيتدخل في حالات استثنائيه، وده ملك وده امير، يعني المفترض بينظر لهم على انهم اصحاب البلد، يعني هم اصحاب المال. صح. ومع ذلك لا يجوز لهم التدخل، لكن احنا عندنا حاجه ثانيه. طيب عندي نقطة، وده السؤال اللي يهمني أسأله قبل ما الدنيا تفرط مننا خلاص ويا فرطت يعني. السؤال دلوقتي بيقول في حالة الإفلاس إذا خسر 50% يعلن إفلاسه. نعم. طيب وبيقول إذا حتى ما أعلنش إفلاسه يجتمع مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويعلن إفلاسه. أنا يا عمي أنت حر في ده، أنت حر في الاثنين دول، يتم تصفية الصندوق إذا بلغت خسائره 50% أو في حالة عدم اتخاذ قرار بالحل تصدر الجمعية قرار بتغطية كل الخسائر من احتياط الصندوق. أنا عندي بقى سؤال في الجملة دي في العربي اللي تحت. نعم. في حالة عدم اتخاذ قرار بالحل تصدر الجمعية قرارها بتغطية كل الخسائر من احتياط الصندوق. من احتياطي فين لما هو خسران؟ ده واحد. نعم. اتنين بقى عندي وده المهم. بقى أنت يا عم صندوق رحت خدت عمارات وسط البلد وفيلل وأصول العيلة المالكة أو العيلة الخدوية يعني وبعتها وأفلست، أنا كدولة كأجيال جاية إيه بقى موقفي؟ سبتلي إيه؟ بالضبط إيه موقفي؟ ما هي دي الفكرة. أنت في ثلاث محددات للأجيال اللي جاية. أول محدد إن الأموال نفسها تبقى عامة بتاعت الناس كلها، كويس، أنت عملتها أموال خاصة. تاني محدد إن طريقة التصرف في الأموال يبقى واضح ومراقب، انت ما عملتش كده. ثالث محدد ان انت سمحت للصندوق بانه يقترض، الصندوق نفسه، الصندوق مش يقترض منه، ده الصندوق نفسه يقترض، فسمحت له بالاقتراض، فمعنى كده انه هيسد هذه الديون. أيوة. وبالفعل الصندوق بدل. رابع محدد اللي هو بقى الصندوق بيتصرف ازاي، الراجل ايمن سليمان في مداخلة عمرو اديب قال ايه؟ بيقول له يا أستاذ أيمن يعني أنت الصندوق بيبيع الأصول؟ لا لا لا، إحنا أي أصل بيتباع ما بيجيلناش، إحنا جهة تانية اللي بتبيعه. قال له ما أنتوا بتعملوا؟ قال له إحنا عرضنا. عملتوا إيه مثلا في مجمع التحرير؟ فقال له العكس بقى، قال له إحنا عرضنا مجمع التحرير وفي ثلاث جهات جت وافقت على العروض بتاعتنا، فإحنا اخترنا جهة اللي هي الإمارات، إمارات وتحالف أمريكي مسمينه كده. التحالف الإماراتي الأمريكي ده عمل إيه؟ قال له احنا عملنا شراكة بيننا وبينه، احنا بالارض وهو برأس المال. طب الشراكة دي معناها ايه؟ يعني انت بعت، ان هو بقى مالك معايا. ايوه، يعني انت بتقول انا ما ببيعش، ما انت ما ببيعش، انت بتشارك. انت بتأكل حصة عينية، انت بتدخل زي مقاول الراجل، يعني زي اهالينا الصعايدة اللي بيجوا من البلد معاه فلوس فياخد ارض ويبنيها وبعد كده يبقى هو مقاول بالفلوس واصحاب الارض بالارض، بقوا شركاء ولا بقوش شركاء؟ بقوا شركاء. طب هو الشريك ده مش مالك؟ بالظبط. طب ما هو زيه زي المشتري، يعني هو فرقت في ان النسبه انت 50 وهو 50 او انت 51 وهو 49؟ طب ما هو اشتري. فبالتالي انت سبت بقى للاجيال القادمه ايه؟ ايه المحدد الضامن لان في اجيال قادمه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت قوام راس مالك اصول، يعني فواتها ما فيهوش رجعه. ده اللي بساله. يعني لو فلس في الصندوق دلوقتي مجمع التحرير مصيره ايه؟ ما قلت حضرتك اتعمل فيه شراكه. يعني انت يعني راح الامارات. يعني راح بينك وبين الامارات، الامارات بعد سنه او سنتين هتعرض عليك مبلغ اكتر فتاخد نسبه استحواذ اكبر زي ما بيحصل. زي ما جه مصطفى طلعت مصطفى او يكون انت عليك ديون مصطفى. لا او يكون انت عليك ديون كصندوق فتبيعه وتسدد بيها ديونك تسيل. لكن الناس بتعمل ايه في الاصول؟ بتروح رابطه عليها سندات
وتسيبها في البورصه، يبقى الاصل بتاعي موجود بس على الريع بتاعه اسهم وسندات، فيقعد يزيد 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 الاصل. مش هبيع اصل، ابيع زي ما كانوا بيقولوا زمان انت بعت الرقبه، انت بعت العين، فانت مالكش حاجه، فانت مالكش، مفيش اصل. هو مفيش اصل ده معنى ده معنى كده يعني معنى كده استاذ عباس، انه بس بصرف النظر عن السياسه وعن ارائنا، معنى كده انه مفيش بلد، يعني مفيش، يعني ما كان عندك اصل وراح. الناس كانوا بيقولوا كده زمان. طب معلش يا استاذ عباس، كل القوانين اللي حضرتك عتيت على ذكرها دي واللي زمايلنا في الاعداد جابوها وبتاع، مش في حاجه اسمها محكمه دستوريه عليا؟ مش في حاجه اسمها دستور؟ الله يفتح عليك. نعم، انا الله يفتح عليك، انا اقول لك يعني ده لو انت بتختم يبقى ده احسن حاجه نختم بيه. ما هو ده بالظبط اللي عايز اختم بيه. في يناير 2023، يعني من سنه بالظبط، المحكمه الدستوريه العليا رفضت دعوه مرفوعه بعدم دستوريه، فاكر القانون اللي قلنا عليه بتاع عدلي منصور الرشوه؟ لا لا، اللي هو بيع الاصول وعدم الطعن عليها. ايوه عدم الطعن عليها، صح. راحت المحكمه الدستوريه قالت لا، الدعوه دي مرفوضه. ليه يا عمي مرفوضه؟ ده هو القانون نفسه مش دستوري. يعني ايه تحرم المواطن من انه يرفع دعوه ببطلان عقد هو يرى بطلانه؟ ايوه، يرفع الدعوه والمحكمه ترفض او تقبل، انت حرمته. ده على اساس ايه؟ قال لك لا، لا يجوز للمواطن، انا بايد هذا القانون ولا يجوز للمواطن. طب ايه يا عمي اسانيدك واسبابك؟ المحكمه الدستوريه محكمه قانون، يعني محكمه بتمسك القانون كده تفصصه وتقول لك الاسباب ايه اللي خلتني ارفض او اللي خلتني اقبل. قالت ايه المحكمه هنا؟ خد بالك بقى من اللي انا هقوله ده. المحكمه قالت في اسباب حكمها التالي: ان الاقتصاد القومي مر بمرحله دقيقه احتاج فيها الى العمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه وحجب كل ما يزعزع الثقه في سلامه البناء الاقتصادي وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، مما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بالقانون المطعون فيه. ونفت المحكمة أن تكون قد صادرت حق التقاضي أو قيء، لكنها بل جاءت تنظيما لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن. أنت فهمت؟ ده سياسة ولا قانون؟ اللي قالته المحكمة ده سياسة رسمي. طب عملت إيه بقى المحكمة؟ أفسدت ثلاث حاجات. قالت عدم قبول خلاص دعوى البطلان الخصخصة، فاكر الخصخصة اللي هي من سنة 90 لغاية الآن كلها سقطت، حتى المتداول منها سقط. تاني واحدة إن عدم قبول الطعن المقام للأفراد ضد الإيه؟ ضد الدولة، خلاص مش يعني اللي جاي مفيش خصخصة. تالت واحدة اقتصر في الطعن على طرفي التعاقد. يبقى المحكمة الدستورية نفسها حصلت المسار المرتبك، بلاش نقول لفظ تاني، المرتبك الذي قررته قرارات صدرت في غيبة البرلمان، وحصلتها وقالت لا دي مبررة، وقالت شوية مبررات اقتصادية وسياسية لا علاقة لها بالقانون ولا بالدستور. المحكمة الدستورية خلفت في هذا النص، نص الحكم هذا خالفت فيه الدستور في مواد نقدر نقولها في وقت تاني، لكن خلفت فيه الدستور. يبقى انت حضرتك مين اللي بيحمي أصول الدولة؟ صندوق قام على هيئة أصول، على هيئة أصول له تصنيف دولي لأنه عنده أصول فعلا لها قيمة، خد التصنيف الدولي ده وباعه لصندوق سيادية أخرى. يعني معظم اللي بيستثمر مع الصندوق السيادي المصري هو الصندوق السيادي الإماراتي. الصندوق السيادي الإماراتي عنده اثنين، أبو ظبي ودبي، صندوقين، والصندوق السيادي السعودي اللي آخرها الهيدروجين الأخضر، والصندوق السيادي الكويتي، والمستثمرين حول هذه الصناديق الشركات اللي أسستها هذه الصناديق هي اللي بتشتري في مصر الآن. يبقى حضرتك عامل صندوق للبيع في اتجاه واحد وليس للاستثمار وليس لاسترداد هذه الأصول في صورة ثروات للأجيال القادمة. هذا أمر فيه إهدار وتسييل لهذه الأصول وبيعها علنا جهارا نهارا بلا رقيب قبل ولا بعد ولا أثناء، والوحيد اللي له حق الإمضاء في هذا الأمر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده لو كان رئيس. تحسرتني والله يا أستاذ زهر، والله العظيم أنا تحسرت جدا، وأنا مش عايز أخدك في سكة السياسة، لكن خليني أشكرك الأول ومن وراك أول ما أنت تخرج أقول اللي أنا عايز أقوله. نعم، الأستاذ عباس الأباري الباحث في السياسات التشريعية، بشكرك جدا يا فندم. شكرا فندم، شكرا.
والله وانا بسمع الاستاذ عباس الانباري في الاخر كده الكلمه الوحيده اللي على لساني خساره، وحاجه واحده بس شفتها، صوره واحده بس، ان كل من اتى بعبد الفتاح السيسي سواء كان بالرأس او بالتطبيل او بمقال او بتويته او ببوست او بالسكوت، كل من رضى عن هذا الرجل في رقبته ضياع بلد عمرها 7000 سنه. لانه اللي سمعناه من الاستاذ عباس ده يتسق تماما مع كل القرارات وكل السياسات السيسي. كل اللي سمعناه في الجزء ده الساعة اللي فاتت، ساعة وعشرة، ساعة واربعة عشر دقيقة عن صندوق السيادة المصري، تؤكد لك حتى لو كان عندك ذرة شك ان انت مع امام رجل جاء لتنفيذ اجندة بمنهج، بعلم، مش اعتباطا كده، مش كده واحد طلع في دماغه قرارات. هذا الرجل جاء في هذا التوقيت لتخريب مصر تماما. واللي مش مصدق ارجع شوف الحلقه دي في الاعاده من اول الساعه اللي دخل فيها ضيفنا الاستاذ عباس الأنباري، حتى تتاكد انه رجل اتى لتدمير هذه البلد، مقدرات بلد عمرها في العصر الحديث اكثر من 200 سنه، عمرها في التاريخ 7000 سنه، جاء الرجل لتدميرها تماما تماما. المشكله بقى ان ده كمان يعني تدميرها قضائيا، تدميرها اقتصاديا، تدميرها سياسيا، تدميرها تعليميا، تدميرها صحيا. والمشكله بقى الافدح من كده ان كل الاشياء دي ليها اثار اجتماعيه هيعاني منها المجتمع لسنوات قد تطول. وزي ما كانوا بيشوفوا بعض العلماء ان الدول، وينهم جمال حمدان، ان الدول زي الاشخاص بيجي عليها وقت تمرض وتشيخ وتكبر وتموت. هذا الرجل جاء لقتل دولة اسمها مصر. أنا خلصت وبعتذر عن اللي أنا قلته ده، بس دي حقيقة. بعتذر عن تأثيره يعني مش عنه.